رجل من علماء السنة، من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عالمك إيش عالمي أهل السنة بخمبري مع عليه الصلاة والسلام. جاء إليه جماعة من أهل الباطل. لرى جماعتك إيش أهل باطل أو جماعتك نبوي عالمي. قالوا نريد تناقشنا من على الحق. دلجة أم دغازن ترى مناقشي بكن. فاتفق منهم واجتمعوا هم في مكان لهم. دلجة أم دغازن مناقشي بكن أم بزن كيسر حقيقة ومكانك تحديد بكن دلجة ما بينه ويدري هذا خبر. جاء هذا العالم وحده. أو علماء خسري خطي. وعندما أراد الدخول إلى المكان الذي فيه هؤلاء. وقت دغازن تكبوي داري ديرك أو مبرانا أو جماعة أهل باطلي ساكنين. خلعنا عليه ودخل بنا عليه في المكان. دينا صلي خد خيرا دخل فاشلا خدا وصلي خد كمان نوي جماعتي. قالوا لماذا تدخل فينا عليك؟ تبيجني دا شو ما صلي خد كاتينا في جماعتي تا صلي خبر ديري بيشتا. قال لأنكم أنتم هذه الجماعة التي أنتم عليها سرقتم نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. دلیل لی مبیس یا اون اف جمعاتا و هنیا صلی پیغمبر علیه السلام دزیه. و آنا اخاف تسرقون علی. دلیل سواج از دترسم اف جمعاتا جار کنی صلی ما بذه. قالوا انت كذاب. او ناد بجنبی عالمی جنت كذابی تفرکی. انت تكذب. تفرادکی. هذه الجماعة لم تكن زمن النبي صلی الله عليه وسلم. چونکی اف جمعاتا او فرقا زمان پیغمبری ما دت نبیه. قالوا هذا الرد عليكم والحمد لله. لذلكي أبا أصابه ما رديه وكر أركي من زمان البيخمبر تنبونا إيش لا يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا جماعة واحدة أمة واحدة زوجي زمان البيخمبر ماذا تفرق تجمع تنبونا جماعتك بيشتر والله لا يمكن أن نكون إلا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أم زوجي نكرن تجمعتي أو جماعتي جماعت البيخمبر وأصحاب البيخمبر ما بيا لا يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعات التي نسمعها أف جماعتك وقتك أم قش كده بيجن زمان البيخمبر ما جماعتك أسرشت نبيا كل جماعة من الجماعات تتبع رجل غير معصوم يخطئ سواجي أم أف جماعتنا قش هرك خرا مبركي را اتباعك باي مبركي ونحن والله لا نتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المعصوم أما أم أهل السنة والجماعة أم تاني باي بيخمبري مع عليه الصلاة والسلام دشن شونكي تك معصوم تك بيقنا تك بيحاتا أوا احذر أن تتبع أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم سواجي هر زمان تو وقتك دبيني إنسانك باي بيخمبري ما بيشتر باي يكي ديني دشا يكي ديني خرد خد دليل ويا هر زمان إنكار بك وإلا تكون نصر عافية السلام من أهل الضلال يوشغي هر كتبي إشينا كتبي أهل دلالات دا